طبعا ايه الفرق بين in bed و on bed؟ وهل في فرق ما بينهم في المعنى وامتى نستخدم كل جملة فيهم؟ تعال نبتدي مع بعض بأول واحدة وهي in bed، ودي ليها معنيين أساسيين. المعنى الأولاني لما تبقى نايم دايما في السرير، يعني مثلا واحد صاحبي بيكلمني دلوقتي بيقول لي can you come؟ قلت له no I can't. No I cannot. I'm still in bed. يعني أنا لسه في السرير، أنا لسه نايم. اوكي او مثلا where is your daughter she's in bed يعني هي نايمه سواء بقى نايمه عيانه او نايمه فعلا اوكي بس in bed في الغالب بيبقى انت وضعك horizontal كده افقي اوكي فانت في السرير وانت نايم في السرير ومتغطي كمان اوكي يبقى in bed معناها نايم in bed ليها معنى تاني حلو جدا ومصطلح صدقني بسمعه الى يومنا هذا كتير جدا وهو متضمن في شيء او متورط في شيء لما اقول لك مثلا this cop يعني ضابط الشرطه ده is corrupted he's in bed with the mafia يعني ضابط الشرطه ده ضابط فاسد هو متورط مع المافيا he's in bed with the mafia وده جاي من المعنى الاساسي بتاع in bed with اللي هو معناه انك تقيم علاقه جنسيه مع شخص هو هنا دي مش معناها علاقة جنسية بس هو معناها متورط لكن in bed with معناها الأساسي إنك يبقى في علاقة جنسية ما بينك وما بين طرف تاني لكن هنا معناها إيه؟ متورط تعال بقى نخش على تاني حاجة وهي on bed وإمتى نستخدمها؟ بمنتهى البساطة on bed بنستخدمها لما تبقى أنت وضعك أفقي على السرير إلى حد ما يعني أنت في السرير برضو بس أنت مش نايم من الآخر يعني مثلا خليني أديك مثال هتفهم منه أكتر John, stop eating on bed. بطل تاكل على السرير. انت قاعد كده على السرير بتاكل فهي تقول لك بطل انك تاكل على السرير. وضعك الى حد ما vertical رأسي ما انتش نايم في السرير او حاجة. اوكي؟ يبقى on bed لو انت بتعمل اي نشاط تاني على السرير غير انك تبقى نايم. لو نايم هتقول بمنتهى البساطة I'm in bed. اوكي؟ on bed اي بقى حاجة تانية. لو الفيديو عجبك شير ولايك و أشوفكم على خير سلام